السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على مصطلحات تتعلق بالمدرسة، فلنبدأ على بركة الله. العودة إلى المدرسة، la rentrée scolaire، la rentrée scolaire، la rentrée scolaire. مدرسة، une école، une école، une école. حضانة، école maternelle، école maternelle، école maternelle. مدرسة ابتدائية، école primaire، école primaire، école primaire. مدرسة خاصة، école privée، école privée. مدرسة عمومية، école publique، école publique. الأدوات المدرسية هما les fournitures scolaires، les fournitures scolaires، les fournitures scolaires. أستاذ، un professeur، un professeur. أستاذة، une professeure، une professeure. فبالنسبة ل une professeure فممكن يكتبوها ب e، كيف ممكن يكتبوها بلا e، une professeure. تلميذ، un élève، un élève. فانتبهوا les accents élève، donc e الأولى كنكتبوها ب accent aigu و e الثانية كنكتبوها ب accent grave. Un élève. Talib. Étudiant. Étudiant ou étudiante. Un étudiant talib. Une étudiante taliba. فبالنسبة للإتيديون كنقوله الشخص اللي كيدرس في الدراسات العليا، مثلا جامعة أو مدرسة للدراسات العليا، يعني بعد البكالوريا الشخص كيولي كيتسمى طالب وليس تلميذ. إتيديون طالب أو إتيديونت طالبة. قسم، أون كلاس، أون كلاس. درس، une leçon، une leçon. مكتب، un bureau، un bureau، un bureau. كرسي، une chaise، une chaise. سبورة سوداء، un tableau noir، un tableau noir. سبورة بيضاء هي un tableau blanc، un tableau blanc. مكتبة، une bibliothèque، une bibliothèque، une bibliothèque. مدير المدرسة، le directeur d'école، le directeur d'école. فلو ديريكتور هو المدير، ديكول قلنا ليكول هي المدرسة. وبالنسبة لمديرة المدرسة فهي لا ديريكتريس ديكول، لا ديريكتريس ديكول. فلا ديريكتريس هي المديرة، لا ديريكتريس ديكول. نقل مدرسي، لو ترونسبور سكولير، لو ترونسبور سكولير. فانتبهوا بالنسبة لو ترونسبور كتكتب ت في آخر الكلمة ولكنها لا تنطق، لو ترونسبور سكولير. الزي المدرسي يعني الزي اللي كيكون موحد بين التلاميذ فكيتسمى لونيفورم، لونيفورم، لونيفورم. الواجبات المنزلية هي لي دوفوار، لي دوفوار. سؤال، une question، une question. إجابة أو جواب، une réponse، une réponse.
امتحان. ان اكزامان، ان اكزامان. نتائج الامتحان. لي ريزولتا ديكزامان، لي ريزولتا ديكزامان. فهنا ايضا لي ريزولتا تكتب بالت في اخر الكلمه ولكنها لا تنطق. وبالنسبه لهاد اس فهي اس نتاع البلوريال او نتاع الجمع. اما بالنسبه لكلمه ريزولتا فتكتب بالت ولا تنطق. اللغات هما لي لونغ، لي لونغ. الرياضيات لي ماتيماتيك، لي ماتيماتيك، لي ماتيماتيك. تاريخ ليستوار. فهنا التاريخ يعني مادة التاريخ فهي ليستوار. والجغرافيا هي لا جيوغرافي، لا جيوغرافي. فبالنسبة لا جيوغرافي اف كنكتبوها بالبي اش، جيوغرافي. الفيزياء لا فيزيك، لا فيزيك. هنا ايضا اف كنكتبوها بالبي اش، لا فيزيك. الكيمياء لا شيمي، لا شيمي. علم الاحياء لا بيولوجي، لا بيولوجي. العلوم هما لي سيونس، لي سيونس، لي سيونس. الادب لا ليتيراتور، لا ليتيراتور، لا ليتيراتور. موسوعة une encyclopédie، encyclopédie، une encyclopédie، une encyclopédie، une encyclopédie. والان نمروا لبعض الافعال اللي كنستعملوا في المدرسه. الوغ عندنا يقرا او لير، لو فيرب لير. يكتب اكرير، اكرير. يتهجى او يتهجأ ايبلي، ايبلي. يتعلم apprendre، apprendre. يرسم dessiner، dessiner. يسمع écouter، écouter. يكرر répéter، répéter. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا المصطلحات اللي كنستعملوا في المدرسة أو التي تتعلق بالمدرسة. فما تنسوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. ونتلقى في الحصة المقبلة إن شاء الله.